ازيكم؟ أعلن المجلس الدولي لكرة القدم عن نيته طرح حزمة من الاقتراحات اللي من شأنها تغيير كتير من قوانين كرة القدم، وأعتقد أن تغيير القوانين دي من شأنه كمان يغير شكل كرة القدم في رأيي بشكل عام. واللي ما يعرفش مجلس الدولي لكرة القدم اللي هو IFAB هو المجلس المسؤول عن وضع قوانين كرة القدم أو أي إجراء أي تعديلات فيها، لكن طبعا هو يعني بيعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. في الحلقة دي أنا ناوي أستعرض معاكم إيه هي الاقتراحات المزمع مناقشتها لشوف يعني عشان يشوفوا مين اللي هيتم العمل بيه ومين اللي سيتم يعني صرف النظر عنه، وهقول اكيد رايي في القوانين دي، ومستني اكيد انتوا تقولوا لكم رايكم، لانه اكيد النقاش في حاجه زي كده مهم جدا جدا. يلا بينا نبدا التتر ونخش في الحلقه على طول. طب خليني ابدا باول اقتراح، وهو في رايي اهم اقتراح من مجلس دوري كره القدم، هو تقليل زمن المباراه من 90 دقيقه ل 60 دقيقه. اكيد الاقتراح ده هيتزامن مع اشياء اخرى، وهو اهم حاجه اللي هو العمل باسوه بالكثير من اللعبات الاخرى، وهو ايقاف اللعب في كل لحظه لا يتم اللعب المباراه فيها. اللي الناس اللي يعني بتتابع شويه او قرت بعض الاحيان هتعرف ان زمن المباراه الفعلي اللي بيلعب في كره القدم نفسها من 45 ل 55 دقيقه تقريبا، يعني احنا قدامنا من 35 ل 45 دقيقه تقريبا وقت مهدر. والوقت المهدر ده انا في رايي بقسمه لجزئين. الجزء الاول هو زمن مهدر شرعي، يعني مثلا على سبيل المثال لاعب بيقع الكعبل والحكم بيحسب ال10 يارده، ده ما حدش تدخل ان هو يلعب بطريقه غير شرعيه ان هو يبطئ الزمن او كده يعني، وبالتالي الحكم بياخد وقته في ال10 يارده دول وبيحسب الفاول، وده وقت مهدر شرعي. ممكن وقت مهدر شرعي ان حتى يعني تنفيذ الفاول بشكل عادي، اوت، خصوصا ان احنا خلاص تم تقليل الوقت الكبير اللي الاوت بيتلعب فيه بعد ما كان زمان الكره بتبعد بعيد، دلوقتي بقى في صبيان حوالين الملعب بيرموا الكره على طول، وبالتالي بيتم تقليل الوقت. برضو ضربات المرمى الى حد ما صحيح الحارس بيتلكى، لكن ضربات المرمى العاديه اعتقد ان هي في الاغلبها بيكون شرعي. لكن في جزء تاني بيكون مش شرعي. الجزء اللي مش شرعي ده اول حاجه فيه هو الاصابات، طبعا اصابات اللاعبين المبالغ فيها، في لاعبين كتير جدا بيترموا على الارض ويضيعوا وقت كبير جدا عشان خاطر يعني يخلصوا المباراه ويقدروا يطلعوا منها بالنتيجه اللي هم في اللحظه الحاليه في الاغلب بيكونوا راضيين عنها. ده وقت غير شرعي. التغييرات مع التلكؤ، يعني خروج اللاعب كتير جدا، الفريق الفائز لما اللاعب بيخرج بيضيع وقت كبير جدا، اوقات كتيره قوي يعني في تلكؤات كتيره جوه الملعب، زي ان الحارس مثلا زي ما قلت لكم ممكن يتلكأ في ضربه المرمى، التبديلات زي ما قلت لكم، حاجات كتيره جدا ممكن نشوف عنها ان اشياء غير شرعيه بتحصل جوه ارض الملعب، وده يعني لا يتم تعويضه بالشكل الكافي من الحكم المباراه. مستحيل انه يقدر يعوض 35 45 دقيقه زمن فعلي، او حتى اهدار متعمد بيصل ممكن ل 15 دقيقه وقت ضايع ما بين اصابات وتلكؤ في التغييرات واشياء كتيره جدا. وده كمان ايه الفكره بقى، انه بيخضع لاهواء الحكم. الحكم احيانا بيكون مضغوط من نفوز الفريق الخسران، وبالتالي ياخد وقت كبير قوي، او مضغوط من نفوز الفريق الكسبان بالتالي بيكون وقت قليل قوي. وكتير بيبدا الناس تتكلم عن فريق ان هو عنده بس روح قويه انه يقدر يعوض في الوقت الضايع، ويقول لك ان الجون بيجي في ثانيه عشان كده هم وما يقاسوش في الوقت اللي ممكن تلاقي فريق تاني بيعاني من النقطه دي، ممكن عايز هجمه اخيره حقه وممكن تتحسب الكوره، وده كان هيجرنا نقطه تانية هكلمكم فيها ان شاء الله من بعد الاقتراحات. وده اللي عايز هجمه اخيره يلعب فيها الكوره يقول الحكم مصفر واللعيبه تعترض، يقول له انت جاي على اخر دقيقه يعني عشان تعوض، فهو من حقه ان هو في الوقت اللي هو تم اهداره ان هو يلعب الهجمه، بالتالي دي بتخضع للاهواء. الاقتراح يبدو في رايي في ظاهره مميز جدا، منطقي جدا ان كل فريق من حقه يحصل على العدالة المطلوبة، على الوقت المطلوب ان هو يلعب فيه كرة القدم، وفي نفس الوقت ما نشوفش بقى الالعاب الرخيصه من بعض الفرق اللي بتضيع وقت واشياء اللي من هذا القبيل. وده هيزود لنا احساس الفير بلاي واحساس ان دايما الفائز هو اللي يستحق الفوز فعلا. من ده طبعا من ضمن الكثير من الاشياء الاخرى اللي المفروض يتم تعديلها في كرة القدم. بدانا نشوف الفيديو اشياء اخرى. انا اعتقد في رايي انه التعديل ممكن يحصل بس بشكل يعني بشكل طريقه اكثر تنقيحا. في رايي ممكن ده يحصل عن طريق حاجتين. الحاجتين دول مرتبطين ببعض. اول حاجه اقدر اتكلم عنها انه الفكره انه دايما يتم زي ما قلت لكم تصنيف الوقت المهدر لشرعي وغير شرعي. التصنيف الوقت الشرعي زي ان الحكم بيظبط الحيطه، او اللاعب ياخد وقته العادي في الخروج من الملعب، او الحارس بياخد وقته العادي في لعب ضربه المرمى، انا شايف ده وقت شرعي ويتم احتسابه عادي ولا يتم ايقاف في الوقت. لكن في نفس الوقت في وقت غير شرعي،
وهيمنع اللاعبين ان او هي يعني حمنع اللاعبين ساعتها ان هما يدعوا الاصابه. هو ساعتها الوقت الشهر ده هو اللي وقف فيه تايم او وقف فيه اصابه، ساعتها اللاعب بالعكس هياخد عقابه انه هيطلع بره الملعب لغايه ما حكم يأذنه انه ينزل، وحتى ممكن امنع عنه لمده نص دقيقه ان هو ينزل، او ممكن حتى ما امنعهاش طالما انا هوقف الوقت. دي اشياء يعني انا بكلمكم في الافكار. مثلا وقت الخروج اللاعب، طبيعي الوقت اللاعب بيحتاج مثلا ل 10 15 ثانيه ان هو يخرج من الملعب في وقت التغيير، لكن لو وصلنا اللي هو اللاعب بيضيع 40 ثانيه وقت التغيير، ممكن جدا الحكم يعد 10 15 ثانيه وبعد كده يقوم موقف الوقت، وبالتالي هو استغرق الوقت الفعلي العادي الموجود في كره القدم، وبالتالي بعد كده بيوقف الوقت. الاول اللاعب اتاكد ان هو اللاعب يتلكأ، وبالتالي اللاعب هيشوف انه ما فيش اي معنى للتلكأ لان كده كده ما بيضيعش وقت على الفريق الاخر. ودي اشياء كتير انا في رايي ممكن جدا تساعد اللاعبين اللي يلعبوا يعني ما يلعبوش باللعب الرخيص ده. طب انا دلوقتي وفرت وقت معين من وقت غير الشرعي اللي انا بوقف عليه التايم، هل انا ساعتها اقلل وقت المباراه؟ انا شايف برضه تقليل وقت المباراه ده هيضيف نوع من الغرابه، لكن كده ده معناه انه هيطول لنا جدا زمن المباراه. وقتها بقى هنوصل لنقطه ثانيه قلت لكم مرتبطه بيها، وهو ان انا برضه عشان لا اخضع لاهواء الحكم اصلا وانا خلاص وفرت الوقت غير الشرع من المباراه اللي هو اي فيه تلكؤ من اللاعبين، اللي هو اصلا تقريبا هيتلغي من اللي قدامنا على الساحه لان اللاعبين هيفهموا انه ملوش معنى خلاص الحكم بيوقف الوقت، بالتالي انا وقتها ساعتها الغي الوقت الضايع خالص واصفر عند الدقيقه 90 ايا كانت الكره، وبالتالي ده ممكن جدا ان هو يقلل جدا من نقطه اضاعه الوقت. خلاص احنا ما عندناش مشكله، ووقت الشرع العادي اللي هو عشان نستمتع بكره القدم ما نحسش ان الوقت بيقف والناس بتسترخي واللاعبين بيقفوا واشياء كده بنشوفها كتيره في العاب اخرى ساعات بتضيف نوع من الملل داخل اللعبه، لكن كره القدم ما بيحصلش فيها كده. انا في رايي ان ده هو يعني اقتراحي الشخصي، ممكن فعلا نعدل من الموضوع ده لكن في نفس الوقت نحافظ على شكل العام لكرة القدم.